شكل العمليه ما يمكنش تخدم بوحديتك، باش كتحمل المسؤوليه كامله كفريق. ما يمكنش انا بوحدي رئيس الجمعيه نكون دائما في الواجهه، لا انا نشتغل حدا. ما كانش تدبير تشاركي، تدبير ديال تعاوني، صعب جدا ربما تنجح ويكون مخرجات حقا العمليه. اذا كاين زيارات المنازل، كاين تحدي بطبيعه الحال بعد المسؤوليه، ما كتحدي لان الموضوع كيهمنا كامل. دخلت في شي حوار مع شي واحد وشي مشاحنه ما غاديش نتفاعل معاه، لانه يمكن ما عرفش الموضوع. خاصني هذيك الاساسيه ديال الحوار تكون عندي حاضر. كذلك تجنب الدخول في مناقشات لا تخدم القضيه او موضوع عريض. يقدر يبقى يناقش معك شي موضوع ما عنده حتى علاقه بالعريضه، واش غادي تناقش معاه؟ انا غادي نحاول نحصره في موضوع ديال العريضه. الذهاب الى حيث يتجاوز تواجد اكبر عدد من المواطنين، كنحاول نستهدف اكبر عدد من المواطنين في كيتواجدوا في الاسواق، ربما في المساجد، يعني ماشي داخل المساجد، يعني في المقاهي، يعني باش تدخل المساجد، المقاهي مثلا الى اخره. والتركيز، نعم، اماكن العمل كيكونوا متجمعين فيها مجموعه من المساجد، ماشي داخل، يعني في يكونوا الناس خارجين مثلا فرصه جمع واحد الفئه الناس وتحاور معهم، ولكن داخل المسجد قانونيا راه ممنوع. والتركيز على المعنيين بالمساله الذين يتعاطفون مع موضوع العريضه. يمكن تنظيم لقاء تواصل مع الساكنه بعد الحصول طبعا على التصريح للسلطات المعنيه في الاماكن العموميه. بلا ما تدير واحد لقاء تواصلي مثلا مع الساكنه واحد الدوار او واحد طبعا الحاكم ديال الجمعيه كيعرفوا هذا الاجراء هذا، اخبار طبعا السلطات المعنيه. يمكن ديروا في دور الشباب، في قاعه من القاعات ديال بعض الادارات تكون عندهم قاعات ديال الانشطه اللي نشتغل فيها. توزيع نص العريضه مع تقديم اسم الاهداف المرجوه من تقديم الى اكبر عدد من المواطنين. كنحاول نعطيه يقرا، اذا كان كيقرا يقرا العريضه، ما كانش كيقرا نقراها علي انا ونشرحها له بالطريقه اللي كيفهمها، باش انا اللي كيوقع معايا كيوقع هو ونرتاح. ماشي كيقول لك لا لاكارت ما عنديش، لا لاكارت عند ولدي. هما هذه من العراقيل اللي كنواجهوها في التوقيع على هذه العريضه هذه، وهذا ربما هو اكبر عائق. خصنا نستافدوا من القنوات ديال التواصل الاجتماعي اكيد باش نسوق العريضه ديالي. ممكن ندير نسخه الكترونيه من العريضه ونرسلها للاصدقاء ديال المعارف ديالي، ممكن يكونوا حتى هما كيتشاركوا معايا في هذه العمليه هذه. ممكن ندير واحد منتدى الكتروني اذا بغيت فعلا نعطي قيمه وقوه لهذا المنتدى، يجي فرصه للحوار وبدا الاراء. واحد المنتدى الكتروني عند موضوع العريضه اللي كنت فعلا باغي نقوي العريضه ديالي وباغي نستمع مختلف التدخلات والناس اللي كيتناقشوا معايا ونستمع مختلف الاراء باش نقوي الموضوع ديال العريضه ديالي. استعانه كذلك بوسائل الاعلام المحليه، كاين بعض الوسائل الاعلام اللي هي مؤثره نستعملها. كذلك من المسائل اللي كتعطي قوه لذلك راه الاعتناء بصفحه التوقيعات، ما نخليش تناول بزاف لان يقدر واحد ينسخها يقدر يستثمرها في اهداف اخرى من غير الاهداف المسطره له. يقدر مثلا يدير واحد العريضه وإضافة أن كيبقى مثلا واحد يقدر يدير فوتوكوبي، يقدر يصور التوقيعات في التليفون، يقدر أنه يستثمرها استثمارا غير الاستثمار اللي ممكن تدالو. المسألة خاصها تؤخذ بعين الاعتبار. تقديم الشكر بطبيعة الحال المواطن اللي كيجي يوقع في العريضة خاصك تشكره، شكرا لأنك انخرطت معنا في هذا العمل هذا، غادي يرجع بالنفع على المنطقة، على الدوار، على الجماعة إلى آخره، باش هو كيحس أنه دار واحد العمل. بصح حنا كنتكلموا واحد الفئة على المجتمع، قد ما شكرتيه ومحمستيه قد ما يتواصلوا معك بشكل مستمر. إيداع العريضة طبيعة الحال بعد ما كنجمعوا التوقيعات كنوصلوا للعدد طبيعة العدد القانوني، ونحاول أن كان أن يكون العدد المحدد. يقوم الوكيل أو المسؤول اللائحة بإيداع العريضة إلى رئيس مجلس الجماعة، كيدير اللائحة كيعطيه واحد موافقة طبيعة الحال الوثائق المحددة مقابل وصل، وهذه مسألة أساسية كتعطاك واحد الوصل. كتحط العريضة تسلم واحد الوصل ضروري يسلم لك رئيس المجلس ضروري. تحال على من قبل رئيس المجلس بطبيعه كيبقى اجراء اداري الى مكتب المجلس الذي كيتحقق انها فعلا استوفت جميع الشروط وانها فعلا تستحق المدارسه. باش يلقوا فيها غير مثلا شي ثغره من الثغرات، يعني هذه الوثيقه كتسمى انها الحاله كتخدم كتثبت المجلس كتعطيه نسخه كتعطي نسخه في المرجع باش كتسجل. واه ما هذه العريضه عندنا جوج، نعم 21 يوم استاذ خاصك دير التتبع باش ماشي غير كتحط العريضه وكت ليسي طومبي، كتمشي كدير لها التتبع ديالها باش تسول على المآل ديالها. ملي كتفوت بك 20 يوم سولت عليها تولي عاوتاني بعد واحد 10 ايام ضروري.